يعطيكم العافية جميعا، أنا الدكتور عمر الزراد، خريج جامعة سوريا الخاصة، حاصل على البورد السوري باختصاص المداواة اللبية والترميمية، عضو في الرابطة السورية للمداواة اللبية، عضو في الجمعية السورية للأبحاث وطب الفم الوقائي الـ SSRBD، وأيضا عضو هيئة تعليمية سابق في جامعة سوريا الخاصة، ومشرف عملي في العديد من الدورات اللبية. قبل كل شيء بحب أتشكر إدارة الجروب دنتستري أونلاين، وخصوصي الدكتور مازن دوماني على هاي الفرصة وهذا المؤتمر، وإن شاء الله يكون خير. خلونا نبلش بالمحاضرة هلا. بالنسبة لعنوان محاضرتي، هي عنوانها MB2 mystery: What is it? How to locate it? شو هي الـ MB2؟ هي بكل بساطة القناة الرابعة بالأسنان العلوية، بالأرحاء العلوية بالضبط. الـ MB2 هي اختصارها ميزيوبكال سيكند كانال. طيب، احنا كلنا بنعرف إنه هي حجرة لبية، وبنعرف إنه هي الـ MB1، وهي الديستال، وهي البالاتال. قليل منا اللي بيلاقي الـ MB2 اللي هي القناة الرابعة. نسبة الـ MB2، بحد الإحصائيات العالمية اللي شارك فيها الدكتور زاهر الطبي الغني عن التعريف، وجد أنه بسوريا نسبة الـ MB2 كانت 95.2%، وهي نسبة كتير كبيرة ما لازم نغض النظر عنها. شو السبب نحن بنقوم بكثير من المعالجات اللبية للأرحاء العلوية وبنعالج فقط 3 أقنية وما بيصير أي مشاكل وبيكون في متابعات وبيكون في نجاح؟ السبب هو كثير بسيط، واللي بيقول إنه الـ MB1 والـ MB2 بأغلب الأحيان بيكونوا ملتقيين سوا بذروة واحدة. طيب، نحن وقت نحضر الـ MB1 أو عم نعمل إرواء، هذا سائل الإرواء اللي هو هيبوكلورايت الصوديوم عم يفوت على المنظومة القنوية الـ MB2 الثانية ويحل النسيج اللبي ويعقمه. لذلك نحن عم نحصل على تعقيم وقت يكون في تراقي، ونسبة الفشل تكون أقل. أما وقت تكون الـ MB2 مستقلة عن الـ MB1 فحتكون نسبة الفشل كتير كبيرة، لأنه نحن نسينا قناة كاملة ومنظومة كاملة. هلا بالنسبة للدراسة اللي عملها الدكتور زاهر، اتضح انه الـ MB1 مستقل عن الـ MB2 بنسبة 12.8%، اما التلاقي كان الـ MB1 والـ MB2 بنسبة 82.4%. شو سبب فشل المعالجات اللبية اللي بتصير على الأرحاء العلوية؟ أحد الدراسات اللي صارت باستخدام الـ CBCT أظهرت أنه 85% من الأرحاء الأولى العلوية أصبح فيها فشل ووجود آفة ذروية عليها، بينما نسبة 72.9% من الأرحاء الثانية العلوية كمان حصل فيها فشل ووجود آفة ذروية عليها. طيب، عزي هذا السبب لعدم الإمكانية على إيجاد الـ MB2 ومعالجته، وكانت نسبة الفشل أكبر عندما كانت الـ MB2 مستقلة عن الـ MB1. طيب، شو سبب فشل المعالجات؟ سبب كثير واضح، إنه نحن ما عم نحسن نلاقي أو نحدد مكان الـ MB2. طيب، كيف فينا نحدد نحن مكان الـ MB2؟ بالأول حأعطيكم 3 طرق صغيرة ممكن تغير لكم كل حياتكم، هي بسيطة كثير. أول طريقة هي الـ Isolation. ثاني طريقة هي Upgrade your mirrors back to front. ثالث طريقة هي Magnification، وهي أهم طريقة. طيب، نحن هدول الـ 3 طرق إذا جمعناهم سوا بنكون عم نحكي عن شيء اسمه Vision أو رؤية. نحن إذا عنا رؤية واضحة هنحسن نحل العديد من المشاكل اللي بنعانيها، وحنرفع من الكواليتي تبع المعالجة، ويمكن هدول الطرق اللي تعرف مو بس يفيدونا بإيجاد الـ MB2، ممكن يفيدونا بإيجاد كل الأقنية المفقودة بكل الأسنان اللي بنعالجها. هلا
خلونا نحكي عن الايزوليشن رابر دام اللي هو كتير مهم لحتى نرفع من الكواليتي المعالجة. هلا وقت يجينا هيك رحاق تكون وسائل التهدم، نحن حناكل هم اللعاب، حناكل هم بعد اللسان، وحناكل هم الخد. طيب نحن طبقنا الحاجز المطاطي بصير في عنا أريحية بالشغل كتير، لا ما يعود في مشكلة باللسان ولا بالخد ولا باللعاب. غير هيك إنه نحن وقت نطبق الحاجز المطاطي على سن مفرد حيزيد تركيزنا على هذا السن، مما يعطي أداء عالي للمعالجة الليبية وكواليتي عالي للمعالج. بالنسبة للمرايا، لاحظت كثير أنا من الأطباء بيشتغلوا بهاي المراية اللي هي باك سيرفس، بس يعني مو نظيفة أبدا. طيب إحنا خلينا نحسن هذا الشي، على القليل ناخد باك سيرفس تكون نظيفة نحسن نشوف، وإذا بدنا نحسن أكتر من هيك ممكن ننتقل للفرونت سيرفس بصير عندنا رؤية أوضح، لأنه الفرونت سيرفس ممكن تركز لنا إضاءة أكتر وتعطينا تفاصيل أحسن. هلأ نحن إذا بدنا نحسن أكثر من هاي الرؤية بالفرونت سيرفس ممكن نحط الحاجز المطاطي ونصير نشتغل بكل أريحية لنلاقي الأقنية. بالنسبة للماجنيفيكيشن كبير عندنا نوعين، النوع الأول هو اللوبس وهو عبارة عن نظارة مع مكبر وضوء، والنوع الثاني اللي هو جهاز الميكروسكوب. طيب شو بيفيدنا اللوبس؟ نحن إذا بنشتغل بالعين المجردة حنشوف السن بهي الوضعية، بينما إذا حطينا اللوبس حيصير في عنا تكبير حنشوف أوضح شوي. طيب إذا أخذنا مجهر ممكن نشوف الأقنية كلها بهذا الشكل. والشغلة حلوة بالتكبير انه انت كل ما رفعت التكبير اكتر كل ما بتريح ظهرك اكتر وبصير في عندك انتاجية اكتر وعمر مهني اكتر. شوفوا كيف نحن بالنيكد اي بنكون حانين ظهرنا بشكل كتير مخيف، بينما باللوبس تكبير 4.8 شوف بتحسن ظهرنا منيح، بس المجهر هو افضل شيء لحتى يكون ظهرنا بشكل مستقيم. كثير أسباب لحتى نستخدم نحن الماجنيفيكيشن، أول شيء إنه هو بيعمل improve للفيجن، improve ergonomics، prevent eye strain، improve quality of work. كل هدول فقط التكبير ممكن يعملهم. دراسة حصلت بجامعة جلاسكو كشفوا إنه إنك تلاقي القناة الـ MB2 بالأرحال العلوية كانت 71.1 إذا استخدمت مجهر، بينما إذا استخدمت لوب كانت نسبة 62% إنك تلاقي الـ MB2، ولكن بالعين المجردة كان 17.2% فقط إنك تلاقي الـ MB2. هلا نحن إذا جمعنا كل شيء، عزل ومرايا وماجنيفيكيشن، ممكن نحن مو بس نلاقي الـ MB2، ممكن نلاقي الـ MM، وممكن نلاقي أي قناة أخرى ويكون السن بهذا الشكل بكل المعالجات. هلا خلونا نحكي عن طريق الطرق شوي المتقدمة بإيجاد الـ MB2. عندنا أربع طرق كتير مهمة. أول طريقة هي الـ CBCT، ثاني طريقة هي النظرية الخطية، الثالثة هي الـ breathing point، والرابعة هي الـ champagne test. خلونا نبلش بالـ CBCT. CBCT هي نقلة نوعية بين صورة ثنائية البعد إلى صورة ثلاثية البعد. نحن وقت نشوف في أبيكال إكس راي ثنائية البعد بنطلع هيك بنشوف هاي الرحلة الأولى هاي، ما احنا ما قادرين نحدد اذا هي MB1 ولا في MB2، ولا بنعرف اذا ملتقيين ولا لا، بينما بصورة ثلاثية الأبعاد نحن بنشوف السن بأكثر من بعد اللي هن كورونال، ساجيتال، أكسيال. خلونا نتابع هالفيديو لحتى نعرف كيف نشتغل على CBCT. نحن أهم مقطع عنا CBCT هو مقطع الأكسيال، وبزر سكرول ماوس فينا نحرك للمقاطع الأخرى تطلع لفوق أو لتحت لنوصل للمنطقة اللي بدنا إياها.
لاحظوا معي بالراحة الأولى هلأ في عندنا 3 نقط بيض، هدول 3 نقط بيض هي دليل على المعالجة الليبية وحشوة القناة. أما النقاط السوداء في الضاحك الأول والثاني هي على عدد الأقنية. لاحظوا معي بالضاحك الأول قناتين والضاحك الثاني بدأ قناتين، ولكن النهاية كانت الضاحك الأول هي قناتين والضاحك الثاني قناة واحدة. يعني فينا بالسي بي سي تي نحن نحدد عدد الأقنية ونحدد إذا في التقاء ولا لا. خلونا هلأ نروح لحالة تانية للسي بي سي تي. شوفوا هاي الصورة، نحن ما حسنا نلاحظ إذا في ام بي 2 ولا لا. طيب ناخذ هلأ مقطع أكسل بالسي بي سي تي لإلها، هنشوف إنه بهي الراحة بالضبط. شوفوا كيف هلأ حسنا نحدد الام بي 1، حسنا نحدد ديستال، حسنا نحدد باراتال، وكمان حسنا نحدد الـ MB2. الشغلة الحلوة الثانية بالـ CBCT هي إنه نحن ممكن نحصل على أبعاد قريبة كتير للحقيقية. طيب شو يعني؟ يعني نحن فينا نلاقي القناة من على الصورة قبل ما نبلش بالناحية العملية. خلونا نشوف هلأ هون بهي الحالة كيف نحن قسنا مسافة بين الـ MB1 والـ MB2 وطلعت معنا 2 ملي. طيب نحن هلأ هي السن بالحالة السريرية، شوفوا معي هون الـ MP1 حنقيس مسافة 2 ملي بالضبط ورح ندور بهذا المكان. خلونا نشوف هلأ هذا الفيديو لنعرف كيف ندور. أهم شيء إنك تدور على قناة داخل الحجرة اللبية لازم برؤوس ألتراسونيك خاصة وممنوع إدخال التوربين. شوفوا كيف تم الحفر بطريقة بضربات وخفيفة ومتقطعة. شوفوا كيف على مسافة 2 ملي من الـ MP1 عم نحفر. لاحظوا معي هلأ كيف لقينا القناة بعد ما غسلنا وجففنا. شوفوا هاي مكان الـ MP2 وهي إدخلنا المبراد وهي الحالة قبل وبعد المعالجة. خلونا هلا نحكي عن النظرية الثانية هي النظرية الخطية. النظرية الخطية بتنقسم لتنتين. أول وحدة بتقول إنه نحن لازم نرسم خط من الـ MP1 للبلاتال وننزل عمود عليها من الديستال. أهم شيء إنه تكون زاوية قائمة. طيب خلونا نطبق هذا الحكي على حالة. اجتنا هاي الرحى بعد العزل، شوفوا كيف كان قطن وبقايا أكل كان موجودة في بالرحى. ثم إزالتهم، شوفوا كمية النخر الموجودة داخل السن. بعد تجريف النخر شوفوا كيف صار السن. هلأ خلونا ناخد صورة أوضح. هاي الرحى بعد ما جرفنا النخر وكل شيء. خلونا نطبق النظرية الخطية هلأ اللي هي بتقول إنه نحط خط من الـ MP1 للبلاتال وننزل عمود عليه من الديستال. عمود يعني زاوية قائمة، يكون عمودي يعني زاوية قائمة. طيب هلأ مكان التلاقي نبحث بهالقرنة. خلينا نشوف فعلا انا طبقت النظرية وفوت الاورفيس اوبنر ودغري فتحت الـ MB2 مثل ما شايفين هون. وبعد ما خلصت تحضير تأكدت كمان من النظرية وهي الحالة بعد الحشو. النظرية الخطية الثانية اللي هي بتقول انه لازم نوصل خط من الـ MB الى البلاتال، واي نقطة تقع على هي على هذا الخط او على جانبيه من الممكن ان يكون هو مكان الـ MB2. طيب خلونا ناخذ هي الراحة الاولى العلوية نجرب عليها النظرية. هي الراحة بعد الاكسس مثل ما شايفين. في MB1 في ديستال وفي بلاتال. هلا حنجرب نرسم الخط ونحدد 3 نقاط على الخط نفسه ندور فيه. هاي أول نقطة، هاي تاني نقطة، وهي
ثالث نقطة. طيب هلأ نحن بعد ما دورنا اتضح معنا وجود الـ MB2 بالنقطة الأولى مباشرة، وهلأ هنتأكد كيف نشوف كيف. رجعنا رسمنا خط، هون الـ MB1 كان، هون الـ MB2 فورا وراها. ممكن يكون في MB3 بس ما طلع معي شيء. وهي الصورة بعد المعالجة اللبية سريريا وشعاعيا. خلونا نحكي عن النظرية الثالثة اللي هي bleeding point، واللي بتقول انه نحن بس نفتح اكسس على الارحاء الحية خاصة بنشوف هدول النقاط الحمراء. النقطة الحمراء هي عبارة عن نسيج لبي نازف. نسيج لبي يعني هو مصر القناة نفسه، يعني هو القناة اللب موجود داخل القناة. لذلك فينا نقول هاي الـ MB1، هاي الـ MB2، هاي الديستال وهاي البلاتال. طيب نحن فوق مسكنا مبرد وحطيناه وفعلا طلعت هاي الـ MB2. هلا طيب دكتور، في كثير عالم حتسألني انه النقطة النازفة هل هي قناة ام بيرفوريشن وكيف فينا نفرق بيناتهم؟ الجواب كثير بسيط، انه نحن وقت تكون قناة حنلاقي نقطة كثير صغيرة هي بتدلنا على وجود قناة، اما وقت يكون فيها النزف بهذا الغزارة فهو اكيد بيرفوريشن. خلونا ناخذ حالة سريرية، هي راح اقول وضحك. بعد العزل في عنا مرجل لثوي هون، وهون بعد ما فتحنا اكسس شوفوا معي النقاط الحمراء. عندي هون نقطة اللي هي الـ MB1، هي كانت الـ MB2 دغري حطيت فيها المبراد، وهي الديستال وهي البلاتال. هون بعد ما استأصلنا المرجل اللثوي وحضرنا تحضير أصغري، هون تحضير ثانوي، وأخير هون حشو. النظرية الرابعة وهي بتقول الشامبين تيست. نظرية الشامبين تيست هي من أهم النظريات، بتحتاج لشروط خاصة اللي هي التعبير والرؤية الصحيحة. خلونا نشوف هذا الفيديو، أخذته من اليوتيوب لحتى تستفادوا منه وأشرح لكم عليه. شوفوا كيف هلأ بنحقن هيبوكلورايت صوديوم داخل الحجرة اللبية مثل ما لكم شايفين، ونستنى دقيقة لدقيقتين. أثناء حقن حنشوف فقاعات من الأكسجين تطلع من الأقنية اللبية. هذا الفقاعات نتيجة تحلل النسيج اللبي. وجود هاي الفقاعات بتدل على وجود نسيج لبي، معناها وجود قناة. لذلك نحن وقت نحقن نستنى دقيقتين لثلاثة لازم نركز ونراقب هاي الفقاعات من وين عم تطلع، مثل ما لكم شايفين كيف الفقاعات عم تطلع هون. وهذا المنظر هو شبيه بالشامبين، لذلك سموه شامبين تيست. خلونا ناخذ هاي الحالة، هي عبارة عن روحة علوية، شوفوا النخر قديش كبير فيها. هلا هون لما فتح الاكسس وتم تطبيق هيبوكلورايت صوديوم ضمن الحجرة وبلشت نتائج التفاعل تبع هيبوكلورايت صوديوم، بس انا هون ما عاد شفت شيء مثل ما شايفين. خففنا شوي من هيبوكلورايت الصوديوم، بلشت نتائج التحلل وبلشت منظر فقاعات الصابون تطلع لي بنقاط معينة اللي هي وجود النسيج اللبي. وفعلا إذا بتشوفوا هلا على التكبير الأكثر كيف حتكون، هون في عندي قناة، هون قناة، وهون قناة، وهون قناة، وهي كانت الـ MB2 والـ MB1 ديستال وبلاتال. حضرنا هذا التحضير أولي، لاحظوا معي هون في لسه بقايا فقاعات عم تطلع. طيب أنا هي القناة الحنكية هي قناة بالأصل كبيرة، معناها أنا في عندي نسيج لبي لسه ما راح بالتحضير. لذلك بعد التحضير النهائي وسعنا أكثر وراح كل منظر الفقاعات. وهي صورة الحشو، وهي صورة الحشو شعاعيا. شكرا كثير لكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وكل عام وأنتم بخير.